في بعض مواقع تدين الصراع مع المرض ده ما حصلش، مش عامل حاجه اسمها غلطه. هل تم التعامل يعني نقلوا المستشفى تفاصيل الحاله يعني؟ هو كان ساعة عربيته واتصل بيا قال انا تعبان، ركن ونزل المستشفى ما لحقش. الحمد لله حتى لما وصلت لقدرته الله اللي هو تواصل مع حضرتك المحظوظ الاخير. هل كان في اي حديث النهارده بيشتكوا من حاجه معينه يعني؟ شويه مشاكل في القلب عاديه يعني، زي يعني حاجه يخضر يعني تاكل فجاه بصراحه. النبي عليه الصلاه والسلام يعني استعاذ من الموت فجاه، فهي صدمه كبيره جدا علينا بصراحه. هو اخويا الكبير بعد امي وابويا برضه توفاهم الله، هو كان بمثابه اب وام ليا، فربنا يصبرنا ويرحمه ويرحمنا احنا في الدنيا. هل كان في مثلا مبيقولكمش في حاجة وحشة يا جماعة، كان في وصية مثلا كان بيطلبها منك؟ لا هو تعبان حلو قوي. شعيركم مشكور، ربنا يصبرك. مبيقولكمش في حاجة وحشة، عدينا ماشي. شكرا. شايف انت يا ربنا يفكرك زي ما حضرتك شايفني يعني، خلاني نسف يحكي اللحظات الأخيرة فيها يعني. شكرا الله أكبر منازي جبل. طيب وهنا كده هل فعلا كانت تبقى بعد عيد ميلاده ولا ايام قريبه؟ لا مفيش حاجه وحشه. حبيبي تقول ايه؟ وقت الرساله تقول ايه طيب؟ لا دي مشكلتي. ماشي انت مالك؟ انا فاتح بيت وانت مالك؟ بس يا جماعه هنا والناس عايزين ايه؟ احنا هنا خلاص الصوت يا حبيبي الصوت. انت عشان بتعمله ده؟ ساجد خلاص.